أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات، وتعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان. وخلال استقباله للسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، شدد رئيس مجلس النواب على الثقة التامة في أعضاء المجلس للاطلاع بمهامهم الوطنية. من جانبها أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن تطلعها لتوثيق التعاون مع مجلس النواب، مشيدة بدور المجلس في ترسيخ دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات.